مليار على الترابيزة، 100 100 100 200 500 على الترابيزة، مليار لصندوق دعم ذوي الهمم. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا أهلا بيك يا دكتور. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ يوسف؟ ايه ازاي حضرتك؟ سنه سعيده عليكي وعلى الجميع وعلى مصر وعلى الدنيا كلها باذن الله وعلى ذوي الهمم باذن ربنا سبحانه وتعالى. كل سنه وحضراتكم طيبين. انا فعلا سعيده جدا بمشاركتي الاحتفاليه الجميله النهارده، احتفاليه قادرون باختلاف، احتفاليه سنويه كلنا بنبقى فعلا من منتظرينها، لان زي ما حضرتك دلوقتي بتقول فخامة الرئيس بيحرص جدا على انه يعلن عن قرارات ويعلن عن تكليفات لصالح الاشخاص ذوي الاعاقه. طيب يعني ايوه معاك يا دكتوره. انا يعني بس عايزه اقول ان الصندوق يعني الحقيقه هو احنا اتكلمنا عليه قبل كده، هو تم اصدار القانون بتاعه، ولكن النهارده يعني فخامة الرئيس بشرنا بشرى سارة ان هو فيه مخصصات مالية، واعلن عن المصادر بتاعتها بتكليفات منه من الجهات اللي حضرتك لسه ذاكرها. الصندوق مهم جدا لان هو يعني من غير الاموال دي ممكن يكون في تأخير شوية في المشروعات اللي لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة. فالصندوق بيعمل تمويل للمشروعات دي في مختلف القطاعات زي ما قلنا الصحة والمستشفيات وغيرها، والعمل والمشروعات والمشروعات التنمية الصغيرة ومتناهية الصغر، كمان إصدار البطاقة الخدمات المتكاملة، يعني زي ما قلنا إنها مهمة جدا طبعا. فده ده بيعمل تمويل، بيساهم في إصدار البطاقة، العمل كشف الكوميسيون الطبي وغيرها من الإجراءات. كمان الصندوق بيدعم الموهوبين. النهاردة احنا شفنا يعني الحقيقة أنا يعني كلنا كنا مستمتعين، كلنا كل القاعة كانت مستمتعة قد إيه إبهار من ولادنا اللي عندهم مواهب الفن والتمثيل والغناء والرياضة ومواهب يعني عديدة كنا قاعدين يعني مستمتعين بيهم. مهم قوي كمان المشهد ان هو ازاي الولاد دول عبروا عن نفسهم وازاي كان عندهم ثقة بالنفس، ازاي ان هم عبروا عن مشاكلهم عن مقترحاتهم. كمان اكتر من كده هم عبروا عن الانجازات اللي هم نفسهم حاسين بيها وسعادتهم. صحيح. والحديث والحوار اللي تم بينهم وبين سيادة الرئيس يعني الحقيقه مثال يحتذى به في التعامل والاتيكيت والبروتوكول مع اولادنا، يعني بجد تحيه وتقدير للقياده السياسيه على يعني الدروس اللي ادتها لنا النهارده وكل الناس تعلمتها من الصغير الى الكبير، والتوجيهات اللي وجهها بالاتاحه زي ما قلنا قبل كده. الاتاحه دي مساله مهمه جدا جدا، يعني انه يقول ان لازم تكون في كود اتاحه، التصميمات دي كلها تكون موجوده في وسائل النقل والمشروعات الجديدة في الإسكان والنقل والأماكن الرياضية والمنشآت الرياضية، يعني تفاصيل كثيرة جدا يعني بتنم عن إن في احترام للحقوق دي، وإن الحقوق دي ليست على ورق ولكن حقوق في مطبقة أو في طريق تطبيق. فإحنا عايزين دايما يعني ولادنا يعني يبقوا موجودين معانا عشان هم الدافع لينا كلنا. يعني لما النهارده بيطلب العاصم اعتقد اسمه بيطلب ان هو يكون معلق رياضي. أيوة. وان هو يدخل كليه الاعلام. صحيح. او كليه التربيه الرياضيه، وان هو ما لقاش الفرصه دي، فيبقى الاستجابه السريعه من فخامه الرئيس
ان هو يوجه وزاره الشباب انها تذلل اي عقبات او وزاره التعليم العالي. فيعني قد ايه احتفاليه ليها رسائل كثيره، رسائل للمجتمع الدولي ومجتمعنا جوه، ده توعيه كده يعني بامتياز، توعيه في يوم واحد. يعني حضرتك شفت كم الرسائل اللي وصلت للشعب المصري، ووصلت يعني ببساطه كل الفئات في الشارع هيبقوا عارفين وفاهمين ان الدوله دي تحترم هذه الحقوق، وانهم يجب ان هم كمان يحترموا هذه الحقوق ويطبقوها على ارض الواقع. دايما كان يلفت نظري يا دكتور ايمان ان الرئيس لما بنشوفه في الاحتفاليه مش بس بيبقى على ما يبدو جدا بالنسبه لنا كمشاهدين في اسعد حالاته، لكن بيتعامل طول الوقت باريحيه كامله وتامه. رب أسرة مصرية، يعني هو بيتكلم مع البنوتة اللي بدأت تروح في النوم فبتقول له صباح الخير، قال لها صباح النور على البنور، كملي نوم مفيش مشكلة، أنا فليسي الحرية باب اللوق، وقعد يتكلم لما وقف يقول الكلمة بتاعته فخامة الرئيس، فلم كل الأطفال حواليه زي كل مرة. بس لفت نظري حاجة بقى، إنه الرئيس اتكلم مع حضرتك وبعدين اتحرك كام خطوة وبعدين رجع تاني وكمل الكلام، ايه اللي كان بيدور في هذه الدقائق القليله؟ زيادة الرئيس اول ما دخل فورا في القاعه مر من جنبي وبعدين رجع لي تاني. ايوه، واصر ان هو يرحب بيا، وانا الوحيده اللي تم ترحيب بيا في القاعه بشكل شخصي. طبعا انا يعني هو انا ما استغربتش، لان هو زيادة الرئيس هو لما رحب بيا رحب بالمجلس، ده معناه ان هو بيرحب بالاشخاص ذوي الاعاقه ويقول لهم ان في مجلس هنا تم انشاؤه بيحافظ على حقوقكم، ودي رساله ليهم، رساله لكل الاشخاص ذوي الاعاقه على ارض مصر. انا الحقيقه سعدت جدا بهذا الترحيب، وكان كلمه دايما هو بيقولها لي وانا بتكلم معاه يقول لي شرفني. يعني قد ايه التواضع وقد ايه الاحترام والتقدير مش بس للجموع الاشخاص ذوي الاعاقه في مصر. فدي رساله انا بشوفها انها مهمه جدا، بعيدا عن شخصي، يعني انا مش بتكلم عن شخصي، انا بتكلم على الرساله. ايوه، في مجملها يعني لا، انا سعيده جدا جدا بهذا اليوم، في حقوق للانسان وفي حقوق مطبقه من اكبر راس في هذا البلد، وارجو ان احنا كلنا نكون على قدر هذه المسؤوليه ونتكاتف كلنا علشان نطبق كل اللي هو بيتمناه واللي احنا كلنا بنتمناه. يا رب يا رب. انا بشكرك جدا يا دكتور ايمان، كل سنه وحضرتك طيبه وكل مصر بخير وكل ولادنا باذن الله بالف صحه وبالف سلامه وفي مستقبل احسن. كل الشكر دكتور ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه.